أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا مجاهرة لادينية، أنا لي الشرف إنه أستضيفها في برنامجي بصراحة، الشاعرة والكاتبة منى حسين. خلينا نرحب فيها. أهلا وسهلا فيك سيدة منى حسين. أنا آسف يعني أنت لا تفضلين الألقاب، ولكن يعني متعود عليها. تفضل. أهلا وسهلا بكم وأشكركم على هذه الفرصة. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. نحن يعني مثل تعودنا بطاقة تعريفية عن شخص، تفضلي تعرفين على شخص. منى حسين كاتبة وناشطة نسوية ويسارية من العراق. أهلا وسهلا فيك يا أختي. طبعا أنا آسف مرة ثانية يعني على المناداة بالألقاب. خلينا نبلش بالأسئلة. تفضلي. تفضل. تمام، خلينا نبلش بالأسئلة. يا ريت تحسينا عن نشأتك الدينية، كيف بدأت مراحل الانتقال مثلا عند الدين اللاذي، هل وصلتي إلى الدين وهم خرافة يعني مراحل حتى وصلت إلى اللادينية، يعني من مرحلة خلينا نقول النشأة إلى مرحلة اللادينية. تفضل. السؤال حول النشأة الدينية، سؤال حول مراحل الشكل اللي يمر بها الإنسان بالتفكير شلون يغير ديانته. قبل لا نجي على هذا الموضوع، موضوع الإلحاد واسم البرنامج أو اجهر بإلحاده، أو الإلحاد هو أساسا مسمى ديني ويطلق من قبل رجال الدين والمتدينين بأي ديانات سواء مسيحية أو إسلامية أو يهودية أو بوذية أو مانوية أو أي ديانة أخرى، حتى الديانات الصغيرة كالصابئية واليزيدية وغيرها، على الأشخاص اللي يرفضون الدين ويرفضون إله هذا الدين ويرفضون مقدساته. فأني أفضل يكون المسمى لا ديني، بما أنه هناك هم دينيين وإحنا لا دينيين. أعتقد أنه من المهم أن نسمي نفسنا إحنا، أنفسنا بخيارنا إحنا، ما نترك الخيار للآخرين أن يختارون لنا الأسماء. أنا ولدت إنسان وتربيت على أني إنسان، لكن مع مرور الزمن بدأ وياي التمييز من أول ما بدأت مراحل البلوغ أو الشباب أو يعني مراحل العمر اللي تجي، بدأ التمييز وياي، صار اسمي أنثى، ولما تمر سنة يبعدون عن إنسانيتي أكثر، يركزون على الأنثى بداخلي، عيب حرام، هذا كله يطاردني كل ما أكبر أكثر، كل ما أحاول أدخل الحياة أكثر. الدين نصب شراكة حولي، مو بس أنا طبعا، كل وحدة من نفس النوع مالتي أو الجنس، فجردني من كل إنسانيتي وركني بخانة المرأة السلعة. ولدت أنا وسط في بيت يعني إسلامي ووسط قيود عديدة، فقط لكوني يعني أنثى أو امرأة. أكو قيود موجودة على الذكر، نفس الشيء، هو الدين قيد بحد ذاته، وأكو قيود موجودة على الذكر، بس القيود على الأنثى أكثر، يعني قيود الذكر لا تذكر. ومو بس هو يملك السيطرة التامة على حياتي وعلى كل ممتلكاتي، هذه صلاحيات ممنوحة إلا باسم الدين. هذه القيود رافقتني بكل فكرة أو تصرف، خلاني أوقف وأتساءل ليش هذا الظلم؟ ليش هذا التمييز؟ ليش هذا الاختلاف؟ فلقيت إنه الدين هو يشرع لهذا التمييز وهذا الظلم. فبعدين اكتشفت إنه الأديان هي أول محتل احتل المرأة وفرض عليها الوصاية والتابعية، أو حتى احتل الإنسانية بأسرها. اكتشفت إنه وظيفة الرب أو ياهو أو الرب هو نفسه أو الله أو بقية مسميات الإلهية الأخرى، سواء هذه اللي ما زالت تمارس مهنتها إلى اليوم أو اللي أحيلت على التقاعد، أكو يعني أديان أحيلت على التقاعد، هي ذكورية خالصة تمجد الذكورية وتقنن إلها وتعطيها الحق بامتلاك حياة الأنثى وكل تفاصيلها. كل هذه الآلهة توصف بأنها عادلة وهي الحق وهي الرحمة وهي الغفران، ناهيك عن المسميات الأخرى والفضائل الأخرى. بس وين العدل في انتهاء الإنسانية لمجرد كونها أنثى؟
وين الحق بتسليط آخر على جسد المرأة وعلى حياة الآخر؟ يعني الدين يسلط الآخر على حياتك وعلى جسدك وعلى كل أشياء. وين الرحمة بتشريع قتل الآخرين؟ هذه المرحلة ما وصلتني إلى الشك بس، أوصلتني إلى رفض الديان بشكل كامل، ومن هنا بدأ التفكير بالتغيير. شلون لازم نقضي على هذا الوهم وهاي الخرافة اللي تتحكم بحياة مليارات البشر مع زيادة قراءاتي واطلاعاتي على النصوص الدينية؟ طبعا من كتاب القرآن أو كتب أخرى توصلت إلى حقيقة، وهي أن الدين مو أكثر من منهاج لفرض السيطرة على الجموع وتحويلها إلى قطعان مطيع. الدين هو منهاج لاستغلال الطبقات الفقيرة من قبل طبقات الأغنياء ونهب بخيراتها وتحكم حياتهم ومصائرها. كل مفردات وجمل وكل كل مفردات وجمل القرآن هي للتحميق وفرض العبودية على الطبقات الفقيرة ونهب خيراتها واستغلال قوتها. جمل القرآن خاطبت الذكر الصحراوي وداعبت مشاعر بوعود ساذجة راح يحصل عليها في حالة كون اتباع التعليمات وأطاعها، فيذهب إلى الجنة اللي تحتوي على كل ما يفقد البدوي بصحراء فيها رمان وتمر وتين وعسل وأنهار خمر ولبن، إضافة إلى النساء الجاهزات دوما للجنس والمتعة واللي ما لهن جمال على الأرض، ما لهن مثيل جمالهن على الأرض وجمال أجسادهن. الأديان بشكل عام توفر إجابات جاهزة على أي تساؤل يستفز العقل، توفر لك الاسترخاء الفكري بالأزمنة اللي ظهرت بها الأديان. يعني كانت الكثير من الحوادث الطبيعية ما لها تفسير، مثلاً الريح تجي وتروح بهالقوة تتحول إلى عواصف. الدين أوكل المهمة إلى الإله وانفعالاته، لما يغضب يولد الريح ويأمرها بأن تعصف، لكن كيف يولدها؟ العلم عند الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. المطر هو هبة من الإله حتى تروي المزروعات وحتى نعيش وناكل، وهكذا دواليك حتى على بقية الحالات الطبيعية. اليوم ومع تطور تكنولوجيا العلم عرف الريح وشون يولد وشون يوصل إلى مراحل راح تحدث وش قد راح يأخذ وقت، عرف العواصف، عرف كل شيء. فالمطر تم تفسيره ومعرفة مصدره ونشوءه وحتى معرفة وقت نزول، والزراعة تطورت وما عادت بحاجة إلى المطر ولا عادت بحاجة إلى هذه الإلهيات اللي تترجم وتجي. فاليوم ما بقى للأديان غير قضية الموت، الأديان تراهن على الموت. العلم ما أنطى تفسير لحد الآن يتوصل إلى حل لغز ماذا سيحدث بعد الموت، لذلك بقى هذا الخيط هو الوحيد اللي تتعلق به الأديان. أما باقي الأشياء فأعتقد العلم والتكنولوجيا فنذهب ما بقى شيء. يعني حتى بحيث قبل فترة أكو واحد من عندهم سرق الخبر العلمي وجمع الجموع حتى يصلي صلاة الاستسقاء، ويعني هيك تفاصيل. للأسف أنا أظن يعني العلم يعني قريبا سيقضي على الموت، يعني الديانات هي أصلا 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 يعني منتهية في 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 الحكم المنتهي حاليا، يعني الا في شرق من يعني التعيس للاسف، يعني للاسف الشديد. طيب منى، قصه الخلق، يعني قصه خلق حواء من ضلع ادم وانها خلقت لتسليط ادم ومن فراغ وكسر وحدته، هل تعتبرينها اهانه للمراه وتقليل شانها، خصوصا ان المراه هي من يقع عليها اللوم بغواء ادم لكي ياكل من الشجره، وهي من يقال عنها انها مصدر الفسق والرضا؟ قبل ما تجاوبيني على هالسؤال هذا، انا بصراحه يعني شيء مو فقط محيرني، يغضبني بصراحه انه يجعل الديانات كلها تجعل كل مساوئ الدنيا بالمرأة. يعني شوف عيوب الرجل بيحمل الدين بيحط على المرأة، التمييز العنصر غير معقول. يعني بس خلينا نرجع للجمهور، تفضل السؤال. طبعا جوهر الاستهتار والدين، جوهر القذارة هو محتوى هذه الأسطورة، والمراد منها أساسا فرض التمييز على الإنسانية بأكمل. هذه الأسطورة هي أول منهاج لتقسيم الإنسان على أساس الجنس ذكر وأنثى، أسطورة آدم وحواء بفرض سيطرة الذكر على الأنثى. هذه الأسطورة المراد منها مصادرة فكر المرأة، هي ما تمتلك فكرة وما عندها أي رأي، وإنما آرائها خاطئة وتؤدي إلى الكوارث، وصنعت من جزء أعوج
من ضلع الذكر لتسليته فقط، ما أعرف ليش الإله اختار هذا الضلع الأعوج، ما اختار له ضلع مستقيم أو ما اختار له شيء عدل، يعني ليش اختار أعوج ما أعرف. يعني أنا أريد سؤال من عنده على هذا، يعني الجواب من عنده على هذا سؤالي، ليش ما اختار جسم آخر، جزء آخر من جسم الذكر حتى يصنع من عنده الأنثى حتى تسليه تسلية مستقيمة وليس عوجاء. هذا معناه أن الأنثى تم تصنيعها لتكون فقط وعاء جنسي للذكر وقت ما يشتهي هو، وقت ما يريد هو، وقت ما يحدد هو، ووفقا لرغباته هو ونزواته هو. أما هي فصفر، يعني كل شيء معتها، هي مو إنسان. فاللي أقوله أنه الإنسانية اليوم لازم ترفض هذه الأسطورة لما تحمله من سفالة وانحطاط بالضد من المرأة وبالضد من الإنسانية بأكملها. يجب أن يتم محو هذه الأسطورة ورميها في مزابل التاريخ ومحاكمة كل من يروج له. لازم هذا الشيء يصير، لأن هذه إهانة كبيرة للرجل والمرأة وليس فقط للمرأة. يعني الرجل معناه ما عنده غير هذا الموضوع، والمرأة معناه هي اللي لازم تأدي هذا الموضوع، وهالشكل قائم المجتمع قائم على هذه الثوابت. هذا ما يصير، يعني هذا الموضوع لازم ينمسح بشكل نهائي وأبدي. بصراحة بصراحة منى، تفضلي في عندك مداخلة. تفضل. صراحة يعني مثل ما قلت يعني إنه إهانة المرأة مو فقط المرأة واحدة بتتأثر. يعني نحن هلا نحن بمجتمعنا الشرقي أهنا المرأة بكل معنى الكلمة، وسوينا دورة ثانوي، ونحن كرجال يعني كرجال تأذينا، ويعني صرنا بالحضيض، يعني صرنا في مؤخرة الأمم، يعني نحن التعيسين في النساء، يعني ما في فرق. الفرق إنه نحن التعساء نتعس المرأة أكثر من التعاسة نحن للأسف الشديد. طيب عندي سؤال بيقول: كيف كان وضع المرأة قبل الأديان الإبراهيمية، وما التغيير الذي أحدثه كل دين من الأديان الثلاثة على وضع المرأة في تعاليمها؟ تفضل. نعم، طبعاً قبل لا أجاوب على السؤال أقول المرأة هي الثورة وهي التغيير وهي الإبداع وهي التطور وهي المناخ السلام والأمان لكل المجتمعات. ما يمكن أن يكون هناك تغيير بأي وضع اجتماعي بدون تدخل المرأة. الأديان الإبراهيمية وحتى غير الإبراهيمية تعرف هاي الحقيقة، وحتى تقدر هاي الأديان السيطرة وتنتشر جت ببعض المميزات للمرأة رد على الوضع القائم في فترة الدعوة أو في فترة الديانات. الإسلام مثلاً أنطى حق المرأة بالإرث باعتبارها نصف إنسان، وعصر ما قبل الإسلام كان ما يأرث المرأة، ما يعطيها الأرث. يعني الإسلام مع بداية دعوة تصعد المرأة إلى مرتبة نصف إنسان، لكن بعد تحكمه وسيطرته أبقاها في الإرث والشهادة نصف إنسان، لكن بالأحكام الأخرى لم يلقي إنسانيتها أصلاً، ركز عبوديتها وسماها عورة ومفردة. والعورة أصلاً أجت من يعني من أساس العار، يعني هذه كلمة التعوير أو العورة مشتقة من كلمة العار، يعني أكو بعد إهانة أكثر من هذه. حتى في وقتها احنا لو نريد نرجع على التاريخ الدعوة وأساسها راح نشوف انه هذه الأمور اللي تشرعت بالضد من المرأة بالدين الإسلامي تحديدا جت بعد وفاة زوجة محمد خديجة. يعني هنا نحط علامة استفهام، نسأل ليش بعد وفاتها بدأ الاستفتار بوضع المرأة. يعني نقدر نعتبر وجودها كان هو فد عائق أو فد فاصل بالتدخل بشؤون المرأة، أو يعني مسميات شلون نقولها. فالمرأة هي التغيير وهي الثورة، ما أحدثت الأديان أي شيء، لكن هي المرأة جهودها وإصرارها وتمسكها هو اللي يحدث التغييرات وليس هذه الأديان. أو ما تجيب الأديان في التغييرات جيدة أو زينة، ما تجيب، لأنه هي أساساً خل تصلح نفسها أول مرة وبعدين تصلح الأمور اللي داير مداير. يعني أعتقد موضوع خديجة ومحمد، أظن محمد ما كان يقدر يتفحص من إيد خديجة لأنه كان مشتريته أصلاً، يعني جابته بأموال، أخذته شاب وهي اختياره أصلاً بأموال أخذته. يعني هي أنا أعتقد من هالمنطق من هالقبيل. يعني أصلاً تفضل.
بس بالرغم من هذا وما اجى يم هاي التشريعات اللي مست المرأة الا بعد وفاتها. هذا فد شيء كلش مهم، جدا مهم، يعني معناها قوتها ومعناها وجودها كان رادع جدا كبير بالنسبة لها. فمن هنا نعرف انه يعني المرأة في كل الاوقات وفي كل زمن هي قوية. لكن هذه ملاحظة جدا مهمة، نشوف انه هي بعد وفاتها بدأت هذه التشريعات، بدأت العورة، بدأ النقاب، بدأ الحجاب، بدأ تعدد الزوجات، بدأ هواي تفاصيل بدأت. تفضل. بالضبط بالضبط، يعني كانت قوية عليه وهي اللي أصلا كان فرضة سيطرت عليه. أنا بس أنوه لأصدقائنا الأعزاء، يعني أنا راح أفتح السكايب في نهاية الحلقة، إذا في عندكم أي استفسارات، أي مداخلات، أسئلة، يا ريت تشاركونا بالحلقة وخلوا الحلقة أكثر يعني فعالية ومفيدة لنا ولكل الأصدقاء. خلينا نروح على السؤال الثاني. الحروب والصراعات التي أنتجتها الأديان بكل الإرهاب الموجود على كاهل المرأة، كيف يمكن توضيح علاقة الأديان بهذه الجريمة الإنسانية؟ طبعا أكيد الحروب هي صراع الطبقات الحاكمة فيما بينهم حتى تفرض سيطرتها وتبسط نفوذها على مناطق جديدة وتتوسع أكثر وتكبر. الطبقات الحاكمة تحتاج إلى جيوش، وكل ما كبر الجيش وكبر تسليحه يقترب من الانتصار والسيطرة. من هنا نبحث الطبقات الحاكمة من هذا المنطلق أو من هذا المكان، تبحث الطبقات الحاكمة عن عدد أكبر ممكن من التابعين حتى تتشكل من الجيوش. فبالأزمنة القديمة حتى بدايات القرن العشرين كان المحرك الرئيسي اللي تعتمد الطبقات الحاكمة للسيطرة على الجموع وجرهم إلى الحرب هو الدين. الدين هو اللي ابتدى، وكل وكم يعني قلت يعني على تقسيم الإنسان، يقسم على أساس الجنس ويقسم على أساس النوع ويقسم شغلة الدين هو التقسيم. فما اكتفى بهذا القدر من التقسيم، وإنما فرض تقسيمات أخرى على أساس انتماء ديني. كل ما هو غير تابع لهذا الدين هو عدو يريد النيل من الدين والقضاء عليه والقضاء على تابعيه. باليهودية اللي هم شعب الله المختار، المسيحية من لم يحمل صليبه ويبتغي فهو في ملكوت الرب من الخاسرين، بالإسلام من يأتي بغير الإسلام دين لن يقبل منه، وهكذا دواليك بالنسبة للمسلسلات، المسلسل الأديان والسيناريو مالته. فكل خطاب الطبقات الحاكمة هو الخطاب الديني لجر الجموع إلى محرقة الرب، العقاب والخوف والترهيب. في بدايات القرن العشرين انحسر الدين تقريبا بحياة العديد من الشعوب المتقدمة، فكان المنهج القومي هو المحور اللي سيطرت به الطبقات الحاكمة على الطبقات الفقيرة لجرها نحو حروبها حتى تجي وياها بالحرب. والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مثال لذلك، يعني نشوف احنا مثل لهذا. ناهيك عن الحروب اللي حدثت بين الدول المتجاورة بيناتهم، هم الأساس الصراع ديني. بالسنوات الأخيرة تم إعادة الدين إلى الواجهة مرة أخرى. ليش؟ لأن هو أفضل منهاج للسيطرة على الطبقات الفقيرة وتحميقها وسرقة خيراتها والتخلف وتخليفها وإرجاعها إلى الوراء. مو بس هذا، تم إعادة تشكيل طوائف دينية وتقسيم مناطق ومدن وفقا لهذا الانتماء لتسهيل السيطرة وتحميق عدد أكبر ممكن من الجمهور، وفرض التراجع على الإنسانية بشكل عام وفرض التخلف والجهل عليها كي لا تطالب بحقوقها بحياة حرة تليق بالإنسانية الإنسان. الأديان بشكل عام منهاج حروب وقتل وتدمير وتشريد وسبي وإرهاب. الأديان هي تقسيم الإنسان على أساس الانتماء الديني وعلى أساس الانتماء الطائفي. الأديان هي فصل الإنسان عن إنسانيته وتحويله إلى وحش مجرم يقتات على القتل والتسليب والتدمير. مو بس هذا، والقوة والجبروت. مو بس هذا، أكو دين، ماكو دين واحد يقبل بالدين الآخر، بدين الآخر ويحترم إنسانيته. المرأة تتحمل النسبة الأكبر في كل هاي الصراعات والويلات اللي هي أقصدها الحروب. تقع على عاتقها كل هاي الويلات، راح تتحمل مسؤولية العائلة والبيت والتربية وتوفير لقمة العيش، كون الذكور راح تكون بالحرب أو جنود للحرب، وهي عرضة للقتل في أي وقت، وإن شردت أو هجرت فالاغتصاب والانتهاك جسدها يكون أمامها. وهذا صارت حالات أمامنا موجودة هذه بالفترة الأخيرة، وسائل الإعلام ممتلئة بواقع
السبي والاغتصاب بالنسبة للاجئين، واللي هو كله سبب الحروب هذه، الصراعات اللي هسه موجودة واللي داير بدائرها. وإذا تم سبيها أو أسرت راح تتحول لوعاء جنسي لعشرات أو مئات من الجنود يفرغون بها الحقد والغل الديني والطائفي كل الأشياء البشعة اللي ممكن إنسان يعني فوق طاقة تحمل الإنسان. فهذه هو الربط، إنه المرأة هي ضحية هاي الصراعات والحروب اللي هي أساسا مثل ما قلت آني دين مو بشع. للأسف يعني حتى الجائزة للمتصارعين المرأة المسكينة لا حول ولا قوة إلا يعني. طيب أنا في عندي سؤال، هم بيقول هل حقا تحترم الديانة المسيحية المرأة وتعطيها حقوقها كما يقال عنها لأنها لا تختلف كثيرا عن غيرها؟ طبعا المسيحية دين ما يمتلك نصوص ثابتة أو معتمدة، أكو 7 أناجيل موجودة وكلها معتمدة وما عندها تشريعات ثابتة ومنصوص عليها. عبر التاريخ وتحديدا بالدول اللي كانت تحكمها المسيحية، المرأة هي كانت مستلبة وسلعة تابعة للرجل، ليس لها أي حقوق، فقط لها فرق وحيد عن المرأة بالإسلام. بالمسيحية ما يجوز الزواج بأكثر من امرأة واحدة، هذا فقط الميزة اللي أو الفرق اللي يفرق المسيحية عن الإسلام. أما في بقية الجوانب فالمرأة ليس أكثر من تابع للرجل. بس هنا يعني نحط ستار، اللي يشوفه اليوم الدول الغرب اللي كانت تحكمها المسيحية هو مو من نابع من دين المسيحية، هذا تضليل. وضع المرأة بالغرب اليوم هو نتيجة عن نضال المرأة على مدار عقود من الزمن. وصلت إلى المرأة بالغرب إلى بالدول المتقدمة الغربية أو المتقدمة أو المتطورة ناتج عن حركتها ونضالها من أجل التحرر والمساواة مع الرجل. المسيحية اليوم تحاول أن تتناغم مع تحرر المرأة ومساواة حتى تقدر تبقى وتستمر كدين بالواجهة. بس اللي يقولوه رجال الدين المسلمين أو رجال الدين الآخرين عن وضع المرأة بالغرب هو من المسيحية، هذا تضليل وكذب حتى يخلون الشعوب على تخلفها المبتلات بهم وبمنهجهم. بس الحقيقة هي المرأة بهذه المكانات اللي احنا نعتبرها ونطلع إلها أو إلى الوصول إلها هي لازالت ضحية، لازالت ضحية الدين. أكو قيود دينية عليها، بس بنفس الوقت هي ناضلت نضال عسير جدا ولفترات طويلة حتى تعزل الدين عن وجودها وعن أشيائها وكل تفاصيل. فماكو فرق يعني، هذا لا نتصور هيك شيء. المسيحية ما تختلف، بس الفرق وين نقدر نقول؟ الفرق نقدر نقول إنه هذه المرأة صارت لها فرصة تناضل وتاخذ تحررها ومساواتها وتاخذ حقوقها وتعزل الدين عن حياتها. هنا أنا هذه المرأة بعد ما جايتها هاي الفرصة وبعد ما وصل نضالها إلى هذه المراحل. تفضل. في آراء بصراحة بتقول يعني أنا بتعجب منها، الرقي الموجود حاليا يعني سالم حب الموجود في الحضاره الغربيه يعني اساسا روحي جاي من المسيحيه. يعني صحيح العلمانيه بس العلم سوى التكنولوجيا سوى الحياه السهله، ولكن السلام والمحبه كلها جايه من التراث المسيحي. شو رايك بهالحكي؟ لا ما اعتقد يعني اكو هيك شيء، لانه قلت لك المراه لما وصلت لهذا الوضع اكو فرضت نضالها وفرضت حربها اللي مرت على سنوات طويله حتى تحصل على هذا الحقوق، رغم انه هي مو حقوق كامله، مو مثل ما احنا نطمح بعالم متساوي بشكل تام، الانسان متحرر بشكل تام. لكن لما نجي نقارن على وضع المرأة بهذا المكان وضع المرأة بالأماكن الأخرى اللي تحكمها الديانات الإسلامية أو غيرها، نشوف هذه أفضل. بس هي الأفضلية مو نابعة من داخل الدين، الأفضلية نابعة من داخل إنسانية المرأة هي وذاتها. هي قدرت النفس وخطت النفس هذا الخط حتى تكون إنسان متساوي وحر وإلى حقوق كاملة. طيب منى، نحن اغلبنا يعني من خلفيه اسلاميه،
يعني بدي بس في عندي هون سؤال بدنا شوي مثل ما بيقولوا نفصفصه، يعني برأيك الإسلام كرم المرأة مثل ما بدعوا يعني كل المسلمين أول ما ينطق، خصوصا النساء؟ يعني أنا ما يزعجني أن النساء هم بهذا المستوى عندي في الإسلام ويدعون أنه الإسلام كرم المرأة. برأيك هل الإسلام كرم المرأة وكيف كرم المرأة؟ تفضل. طبعا هو ماكو شيء اسمه تكريم المرأة، المرأة ما تحتاج إلى أن تكرم من قبل أي آخر، لا الدين ولا غيره. المرأة هي إنسان، كرامتها من إنسانيتها، كرامتها من مشاركتها في الحياة والبناء. إجبار الزوجة على المعاشرة هو اغتصاب، وهذا هو ليس مو اختصاص السلام، بقية الديانة مو من اختصاص الإسلام، بس يعني اغتصاب الزوجة مو بس موجود بالدين الإسلامي، بقية الديانات كلها تشرع الاغتصاب الزوجي وتأمر الزوجات بالسمع والطاعة لأزواجهن. بس مثل ما قلت، النظام النسوي العالمي وضع هاي القوانين موضع تجريم الاغتصاب الزوجي وفرضه على الديانات فرضته على الديانات والأحكام. بالنسبة لتكريم المرأة، يعني أنا اللي يقول هذا الكلام أقول هو المرأة ما تحتاج أحد يكرمها، أرجع أكد على هذا الكلام. لكن شنو بتعدد الزوجات كرمها بأن بالإرث نصف الإرث، بشهادة المحكمة نصف محكمة، شهادتها نصف شهادة، بالضرب. يعني أكو نصوص قرآنية واحد يعني ما يقدر يذكرها، حتى ما يقدر يذكرها، لأن يعني يحس نفسه من راح يقرأها راح فالإهانة يكون مهان، يعني إهانة كبيرة. فهو ماكو شيء نهائيا نهائيا، الإسلام ما كرم الإنسان بشكل عام، هو المرأة، والمرأة مثل ما قلت ما تحتاج تكريم، ما تحتاج تكريم من أي جهة، هي تعرف شلون تثبت وجودها وتعرف شلون تكون إنسانة. بالضبط بالضبط، يعني بما انه محتاجين يجي تشريع غيبي، تشريع صحراوي، والله كرمتكم ولا انا بتسامح معكم، نحن ما محتاجين الخزعبلات حتى تسامح ولا تكرم. طب شو رايك بتعدد الزوجات؟ يعني موضوع بصراحه يعني بحت، شو رايك بتعدد الزوجات؟ واظن تعدد الزوجات ما موجود بس في الإسلام، يعني اليهودية موجودة على الزوجات وإذا في بلد ديانات كمان. طبعا هو انا اعتبر، يعني انا رايي الشخصي، تعدد الزوجات الرجل يلتزم بهذا موضوع تعدد الزوجات، انا اعتبر الرجل داعر، دعارة، تعدد الزوجات دعارة، هذا جوابي. بالضبط، للأسف للأسف الدين جعل من الرجل يعني عاهر، للأسف الشديد للأسف الشديد. يعني اليوم لما الرجل يكون مع 4 زوجات يعني ليست خيانة، يعني كيف مثلا المرأة بيجيبوا لك يعني بصراحة أتفه المبررات إنه مشان النسل، يعني الشغلات تافهة أصلا بتفاهة فكرا، يعني للأسف الشديد. طيب منى، أو شو حكينا على التعليم، تعليم المرأة، المرأة الديانات يعني بالدين، على يعني مثلا شفنا الحويني هذا البهلول، أنا بسميهم بهاليل، هذول مجموعة بهاليل متحكمين برقابنا، هذا البهلول الحويني هذا، إنه المرأة يجب أن لا تتعلم، وأصلا المرأة المتعلمة هي شو شلون وصفها، هي مصيبة الأمة، هي اللي أخرت الأمة. شو رأيك بالموضوع؟ طبعا هو احنا اذا نجي على التعليم، هو اساسا هسه هذا الارهاب الموجود، اساسا الارهاب الموجود وين تلقوه؟ في مدارس، بالمدارس الجوامع ومدارس الحسينيات ومدارس هاي المدارس الدينية. هو اصلا المنهاج التعليمي راجع للدولة، احنا نطالب انه تنشال من عنده المناهج الدينية، يعني هو الدين ما عنده غير انت شنو اتجاهاتك الدينيه، انت من هاي الطائفه وانا من هاي الطائفه، ما عنده غير التمييز والتفرقه فهو
هو تعليم الرجل بهاي الطريقة يتم، فما بالك بتعليم المرأة؟ المرأة يدين قصرها بأنه هي مجرد وعاء لتفريغ الرجل، ومجرد حضن لتربية الأطفال، حتى هو الرجل يكون موجود بكل هاي الصلاحيات والمميزات. فبالتأكيد الدين راح يحارب تعليم المرأة، يعني ما بي نقاش هذا الموضوع. طيب شو رأيك بالاختيار؟ يعني هلا نحن مجتمعاتنا بصراحة يعني شيء مؤسف انه يجي الرجل، أغلبية المجتمع طبعا مو الكل، يعني بيجي رجل بيخطب البنت من الأهل، أو الأب هو الدكتاتور الموجود، والأب بيقول أعطيتك أو ما أعطيتك، حتى مرات أغلب الأوقات لا يرجع برأي الفتاة يعني تتزوج. شو رأيك بهالموضوع هذا؟ موضوع انه طبعا شريك حياته ما بتقدر تختاره. طبعا هو انا قلت سبق بكلامي، قلت انه اول من احتل المرأة هي الأديان، ولحد الآن المرأة محتلة من قبل هاي الجهة. متى راح يعني هذا، يعني سنين سنوات وعصور نقاوم على مود نخلص من هذا الاحتلال. فأول من أوجد احتلال المرأة هو الدين. فالمرأة مو إنسان تابع، هي يعني الأديان تخليها بموضوع التابع، يعني هي شرف العائلة، وهي شرف الدين، وهي شرف الشارع، وهي شرف الحكومة، وهي شرف كل الجهات. هذه الموضوع يعني مو هي إنسان مستقل يعبر عن إنسانيته وعن وجوده بشكل منفصل عن أي توابع أخرى. فطبعا حتى إحنا عندنا فض بالعراق قبل فترة مو طويلة صدر قانون، والحكومة وافقت عليه والقضاء وافق عليه، إنه هو يسموه القانون الجعفري، اللي هو يجيز للأب إنه يزوج بنته وهي عمرها 9 أو 8 سنوات. فإحنا قلنا 9 أو 8 سنوات، هذا إيش تفهم الطفلة؟ ف ما تعرف تختار، ما تعرف تختار يعني، وهي طفلة شلون يتم الاعتداء على الطفلة بهذه الطريقة؟ فشيء طبيعي جدا، هي مالت أبوها ومالت أخوها، وهي ملك العائلة، هي ملك العائلة، ملك الشارع، ملك الحكومة، ملك كل هذه الجهات اللي تصب على أنه تكون تصب وتصمم على أنه تكون المرأة ملك وتابع لهذه الجهات كلها. للأسف الشديد يا عمونا، بصراحة يعني شيء مجتمعنا للأسف، يعني نحن في ذيل الأمم، ليس عن عبث يعني، عن من هذه الخرافات الغيبيات. طيب يا عمونا، شو عن حقوق المرأة الغير مسلمة التي يتم سلبها في الحروب الإسلامية؟ شفناها يعني الأزيديات، شفنا الأزيديات والمسيحيات بالعراق للأسف، يعني 3D مثل ما بقول، وما بالك بالعصور السابقة. تفضل. طبعا هو انا ما اسمي النساء وفق الديانه اللي منطقه تواجدها، او وفق الديانه اللي هي جت للحياه ولقت عائلتها بهذه الديانه، اللي هي منتمت لها بدون ما تعرف شنو الموضوع. يعني مجرد هذا الشيء انا لقيته اجي عليه استمع. فما اقدر اقول انه المراه المسلمه او مسيحيه او يزيديه او هكذا دواليك من المسميات التمييزيه اللي وضعت اساسا لتقسيم الإنسانية وتجزئتها. بعدين كل الأديان وكل الدساتير تشرع السبي، كل الأديان وكل الدساتير تشرع السبي، حتى من غير الحروب يتم تشريع السبي. يعني حتى لو ماكو حرب المرأة معرضة للسبي، فهو أصلاً موجود السبي، يعني تشريع السبي هو أصلاً موجود، سواء كانت المرأة من ديانة السابين او من غير ديانتهم، موجود سواء بالحرب او في خلينا نسميه السلام الذكوري. فهو السبي المرأة موجود في اي دقيقة في اي لحظة. يعني انت بالاخبار يمكن السنة اللي فاتت رجل بكردستان قتل زوجته وقطعها، وبحيث حتى يعني استأصل الرحم مالتها طلع، يعني بالاخبار تقدر تشوف هذا الخبر موجود. فهذه سبي، هذا شنو؟ هذا سبي زوجها سبها بهاي الطريقة. فالسبي موجود مو بس بالحروب، ومو بس على نوع
يعني احنا ما نريد نسمي النساء باسماء الديانه، بس هو في كل مكان ما دام اكو شيء اسمه سلام ذكوري اكو سبي وانتهاك للمراه باي مكان. للاسف الشديد يعني احنا شفنا كمان في فيديو وشفناه للاسف شيء محزز، يعني رجل مغرب يضرب زوجته بالشارع. انا هم شفته طبعا، هم شفته انا هذا، ويعني جدا تألمت انه الشارع ما يتحرك، بينما انا قبل شويه شفت مقطع فيديو لامرأة ما اعرف في مترو، كانت من التصوير مبين انه هي يعني مخدرات، يعني شلون احنا نقول ضربة مخدرات، متعاطية مخدرات، وسوت هذه الحركات مال المدمنين ورجعت ضربت الرجل اللي قاعد بصفها، فالرجل رد الضربة، حاول يعتدي عليها، نشوف البوليس من اجى، ترك المرأة ما لها علاقة بها رغم انه هي مدمنة، يعني كانت متعاطية مخدرات، وخلى الرجل على الأرض وخلى الكلبشات هذه بإيده واعتقل الرجل، ما أجى عليها. فأشوف الفرق بين هذا اللي بمجتمعاتنا اللي يضرب زوجته بنص الشارع ويعرضها للإهانة ويعرضها وما حد يتدخل وماكو أي جهة تحميها، لا البوليس ولا أي جهة تحميها، بينما هذه مباشرة أكو قوانين تحميها وأكو. هذا هو نرجع نقول اجى من نضال المرأة نفسها، نضال المرأة نفسها حتى تخلي موضع قدم قوة بهذا المجتمع، وبزاحة الأديان طبعا، هذا ما يحصل إلا بزاحة الدين. بالضبط، بصراحة يعني الموقف الفيديو الرجل المغربي، أنا بحي بحارتي مثل ما بقولوا بحلب، أنا وأنا الطفل شايف أكثر من مشهد، شايف ضرب الرجل لمرته في الشارع والناس تتفرج للأسف، ولا حدا يحرك ساكن، وهي عائد لثقافة المجتمع الذكوري للأسف. للأسف الشديد. للأسف الشديد. أنا بشجع أصدقائنا إنه يتصلوا فينا، أنا فتحت السكايب، على كل حال السكايب موجود، إذا تروحوا على اليوتيوب تحت الفيديو موجود اسم السكايب جان برو 2، يا ريت تتصلوا فينا وتبعثوا لنا أسئلة ومداخلات، يعني المشاركة بيحلى الجو مثل ما بيقولوا، أتمنى مشاركتكم يا أصدقاء. يا ريت. يعني في عنا بيقول أسوأ أنواع العبودية أن يجهل العبد أنه مستعبد أو أن يقوم بتزيين أصفاده، يعني الكلمة هي شوي، وهذا تماما ما تفعله أغلب النساء. يعني يقول لنزار القباني يقول يعني المرأة هي المشكلة عنا، أن المرأة أغلب النساء يدافعون عن جلابيهم، يعني بصراحة المرأة هي اللي تخلي عن حقوقها. خليني، شو رايك بالموضوع؟ طبعا انا ما اوافقك ان اغلب النساء تجهل عبوديتها او تزين اصفادها، ماكو امرأة وحدة تقبل بان يتزوج عليها زوجها امرأة اخرى، واذا حدث هذا في حالات قليلة جدا ما تذكر، ما نقدر نستند عليه، او نسبتها قد تصل الى 1 بالمليون او اكثر، هذه نسبة بسيطة جدا. المرأة بالمجتمعات الدينية رخيصة، ما عندها حياة أصلا، يتم التعامل وياها على أنه هي قطعة أثاث، أو وفي وقت معين تنتهي في الحاجة إلها ويتم إتلافها. المرأة بالمجتمعات الدينية محاصرة بالقتل والجريمة الطاردة في كل يوم، بل في كل ساعة، في كل لحظة توضع تحت طائلة العقوبة، يعني هي دائما معاقبة، وهي دائما مدانة، وهي دائما السلبية، وهي دائما خايفين من عدها، خايفين من كل تصرف تسوي، خايفين يعني فكل لحظة من حياتها أكو توجس وأكو خوف وأكو تحسب لكل شيء، حتى الأطراف الباقية اللي ممتلكتها تقبل أو، فما نقدر نقول إنه المرأة اختارت عبوديتها، لا، أو زينت أصفادها، هذه مفروضة عليها العبودية، شلون هي تختارها؟ ماكو إنسان يعني يقبل بعبوديته. اللي هذا الإعلام هو اللي يعني من ذكوريته يزين ذكوريته ويزين صور الجريمة، ما في قوانين مع المرأة، حتى إن وجدت فهي قوانين الدين، فمين تجي يعني؟ فأحياناً أنت من تسمع هذول النساء يتحدثون، لأن راح يلقون نفسهم شاذين، وراح يلقون نفسهم
منبوذين اذا حكوا غير هذا الحكي وما يقدرون يحكون غير هذا الحكي. هي ما تقدر تدافع، ما تقدر غير انه تدافع عن هذه الاشياء اللي هي عبوديه، لانه راح تكون منبوذه ومعزوله وممكن تقتل، حتى ممكن تقتل مجرد انه عبرت عن رايها، ممكن تقتل حتى لمجرد انه هي لبست، ممكن تقتل حتى لمجرد انه هي حكت بالتليفون. ممكن يعني ما بينهم ما بين القتل خط جدا ضعيف وجدا قليل، والعقوبات ممكن تحبس، ممكن هي واصله بالكليه الى مراحل خلاص بعد قعدي لا تروحي للكليه، ممكن اذا تكون امراه عامله عندها مصدر اقتصادي ممكن العقوبه تكون قعدي بعد لا تروحي للعمل، وتفرض عليها قيود قيود قيود، تبدي تعامل بطريقه انه هي مبتذله وانه هي. فهذه لما تكون هي بهيجي احنا نريد نخلصها من هذا الوضع، فاكيد هي من راح تختار، راح تختار التحرر والمساواه، ما تختار العبوديه. فماكو نهائيا ما اوافقك انه اغلب النساء تجي العبوديه. المراه واعيه جدا لانسانيتها، واعيه جدا لذاتها، لكن وبدليل اكو نساء، اكو نساء يعني واصلا طريق التحرر والمساواه، و تقبلا كل الصعوبات، اجتازا كل الصعوبات اللي ممكن تواجه المرأة في هيك مجال، وظلا مصممات على هدفهن. ليش ما نذكر هذول النساء؟ ليش ما نقول على هذول النساء ونذكرهم؟ فالمرأة ما تقبل، ما تجهل عبوديتها، هي فاهمة عبوديتها وما تزين أصفاتها نهائيا. هي تحاول تفك هاي أصفاتها وتهشم قيودها وتطلع تعيش بمجتمع متساوي ومتحرر وبيعدل ومساواة بشكل كافي. انا بصراحه يعني هنا انا قلت الاغلبيه، في عندنا طبعا بمجتمعنا في اكيد نساء فهمانين القصه كامله، بس المشكله يعني انا من مجتمع بصراحه يعني احياء حلب كلها، يعني في منتصف المدينه احياء راقيه مسيحيين على شوية أغنياء على شوية، هم ممكن هم المتعلمين هم القارئين، هم ممكن المرأة تفهم الوضع الموجود فيها، بس الأغلبية اللي عندنا صراحة يعني اللي تشوفين على التلفزيونات لابسين الحجاب صدقيني لا يفقهون شيئا، أغلب النساء لا يقرؤون لا يكتبون. يعني المشكلة تجي على قلبها مثلا بتقول إلا تعدد الزوجات، ترضي زوجك يتجوز عليك؟ تقول لك لا ما برضه، بس شرع الله شو أسأل. يعني صدقيني مجتمعنا مجتمع كثير جاهل في اللحظة الحالية على الأقل. يعني أنا هاي كان وجهة نظري، المرأة تجهل صراحة، تجهل معبده أصلا. تفضل إذا في عندك تعليق. نعم، هو يتم إعداد المرأة وأكو جيوش، مثلاً أجيب لك مثل الثورة الإيرانية، من صارت إجا نظام خميني الثورة الإسلامية أعدوا الجيوش اسمها النساء سموها الزينبيات، هذول النساء قاموا يوقفون النساء بالشارع وليش ما لابسة حجاب وليش ما كذا وليش. بالعراق لما صدر القانون الجعفري وظهرت النساء الجهات التحررية ضد القانون كانت، وطلعوا تظاهرات ووقفوا بساحة التحرير، بالجانب الآخر طلعوا نساء يطالبون بالقانون الجعفري ويريدوه. فهذول شنو هم؟ هذول نساء مسيسين، هذول هم عندهم هذه الجهات الدينية، عندهم هاي الجيوش، مثل ما أكو جيوش الإرهاب اكو جيوش لهاي الثقافه بثها. فمو معناها ندين المراه ونقول المراه تقبل بعبوديتها، هي بدها تتلقى هذه الاشياء. بس انا متاكده في قراره نفسها حتى وان حكت هي ما توافق، بس تجيها فرصه حتى تهشم هذه القيود تهشمها وما تتاخر دقيقه واحده. والدليل كل الجهات تحسب حساب لثوره المراه وتحاول تبعدها عن مسار الثوره باي طريقه، بأي طريقة تحاول تبعث. يعني عندك انت ثورة مصر دليل يعني قريب ما صار له هواية، شوف الأخوان المسلمين سووا بثورة مصر تجاه المرأة، مزقوا ملابسهم بساحة التحرير، تم الاعتداء عليهم، تم التحرش، تم الاغتصاب، تم، لأنه كان لهم الثقل الأكبر في قلب مسار الثورة وحرفها لغير صالح هذه الجهة اللي هي الأخوان المسلمين. فشوف العداء اللي صار، وجابوا جيوش من هذه النساء
جابوا جيوش من هاي النساء اللي انت هسه تذكرها وتقول عليها، اللي دافعا عن وضعه الاقتصادي، دافعا عن مكانتهم اللي من بعد ما كان المسحوقات طول مكانه صغيره. فهذولا مو احنا نجي ندينهم ونقول هم قابلين بالعبوديه وقابلين، هم لو يشوفون انه احنا خلاص يعني يفهمون اللي دا يصير شنو، وما راح تكون هاي الجيوش موجوده من النساء، بس هم عندهم جيوش ارهاب وعندهم جيوش من هذه النساء ايضا. بكل تأكيد لا يمكننا أن ندين الضحية، وأنا لا أدين، أنا لا أدين جهلها بحقوقها. أنا أحاول، يعني أنا عم بحاول إنه نجد طريقة نوعي النساء، يعني الشريحة الجاهلة بحقوقها، نوعي إنه بالفعل مثل ما قلت المرأة هي الثورة أصلاً، يعني إذا أي ثورة نقصة المرأة لن تكتمل. يعني هي الثورة السورية طلعوا شوية شباب، لكن المرأة ما كان لها دور أصلاً يعني للأسف الشديد، وحتى صارت طائفية في النهاية في الأمر. يعني بصراحة أنا لا أدين كل الجهل الموجود، لا أدين الجهل بذاته، أنا أقول أنه جهل، لازم نتخلص من هالجهل، لازم نجد الطريقة والأساليب حتى نتخلص من هالجهل. ولا أدين الجهل، يعني الجهل نحن ضحايا، أنا ضحية، كلنا ضحايا لهالجهل وهالقمع يعني للأسف الشديد. يعني إحنا في هذا موضوعنا نفس الموضوع اللي دايما نتحدث به، أقول لك المرأة في السعودية كمثل، المرأة في السعودية تريد تقود السيارة، هي تريد تقودها، هي تريد تقود السيارة بس ما يسمحوا لها تقود السيارة، يقولوا لها حرام، يقولوا لها ما يصير، يقولوا لها الدين ما يسمح، الشريعة ما تسمح. ف يعني هذا جدا قريب، هذا مثال جدا قريب، هي المرأة تريد تقود السيارة، وأكو مشاكل عديدة حول هذا الموضوع ولحد الآن لا زالت قائمة وموجودة، بس ما يمنحوها هذا الحق. وهو هذا موضوع كانت السيارة يعني صار شيء جدا منتشر وجدا واسع، والمرأة أثبت ويطلعون فتاوي يومية، فتوى المرأة تقود السيارة الحظ مالتها ما أعرف شو يصير فيه، ما تقدر تنجب أطفال، والمرأة الغربية اللي شفها قليلين، هذه الفتوى اللي سمعتها قبل فترة، لو كله كذب هذا. فهذا هو الإعلام يهلل على دماغها 24 ساعة، تروح للمدرسة تقرأ أنه هي عيب وعورة، تطلع للشارع تشوف نفسها هي عيب وعورة وناقصة، ناقصة عقل، ناقصة تفاصيل كلها ناقصة. يعني مين راح يجيها وعي لموضوع أنه هي لازم تكون إنسان كامل ومتحرر، لكن هي تعرف هي مستعرض. المرأة تدرك عبودية، مو ما تدرك، وتحاول بشتى الطرق تنطلق بثورتها باتجاه أن تكون إنسان متساوي ومتحرر مع الرجل. يعني نحن ما بدنا نطول كمان الحلقة على أصدقائنا، خلينا نروح لموضوع الجهر، نرجع للجهر. يعني في شباب ملحدين، يعني بصراحة هم في أمان، وأظن ما في أي مشكلة إنه يجهروا بالحاضر، يعني هذول المترددين في جهار الحاضر، شو بتقولوا اللي ممكن يجهر بدون ما يتأذى؟ أنا ما عم بحكي للناس عن داعش ولا الدول الإسلامية اللي ممكن يكون عليهم خطر، أنا أحكي الشخص اللي إذا أجهر ما في أي مشكلة في جهاره. شو بتقولون المترددين الشريحة؟ تفضل. أقول إحنا لازم نتجه بهذا الاتجاه، ومثل ما هم بكل الأشياء المخجلة وبكل الأشياء القبيحة يطلعون، ولازمين مؤسسات عالمية، لازمين مؤسسات إعلامية عفوا ضخمة يرددون بها الأشياء المخجلة مالتهم والأشياء البشعة واللي يروجون بها للقتل والإرهاب. أقول إنه إحنا لازم وإن تعرضنا للعزل، وإن تعرضنا للنبذ والانتباه، وإن تعرضنا لكل التفاصيل اللي ممكن إحنا نعرفها مسبقاً، فلازم نمشي بهذا الطريق، ولازم نعلن الحقيقة اللي هي الواقع ما يقبل غيرها، اللي لازم نأمن مستقبل الأجيال القادمة ونخلص من هذه الخرافة والكذبة الكبيرة اللي جرتنا إلى القتل والسفك الدماء
والانتهاك والاستغلال وكل الأشياء البشعة واللي قادم أسوأ. فإذا احنا ظلنا ساكتين راح يكون القادم بعد أكثر أسوأ وأسوأ وأسوأ. فلازم ينشال الخوف ولازم ينشال التردد، ولازم نكون تكون عندنا مؤسستنا اللي ننطلق من عندها مثل ما هم منطلقين من مؤسسات كلها كذب وكلها خرافة وكلها خداع وكلها نصب على عقول، نصب وتحميق على عقل الآخر وإهانته. بالضبط، يعني للأسف، للأسف الشديد، يعني نلاقي يعني المسلمين يعلنون عن إيمانهم في كل لحظة، وفي في 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 قنوات يفتخرون بالإرهاب، يفتخرون ب يعني بهذه المرأة، يفتخرون بكل الأشياء، ونجد نحن عنا مثلا يعني خجلانين يقولوا هن في أمان. بصراحة يعني في أمان من الإرهاب الإسلامي. وأنا أشجع الشباب اللادين، يا شباب اظهروا بلادينيتكم وإلحادكم بفكركم بالحقيقة بالعلم. نحن في زمن العلم، يعني اظهروا بهالمسائل هي. يعني سكوتنا يدمرنا، سكوتنا يدمر أهالينا ومجتمعاتنا للأسف الشديد. منى، كيف بتشوفي الحركة الحاصلة هلا مثلا بالفيسبوك بالإنترنت عموما، الحركة التنويرية خلينا بين الشباب القديم طالع يعني تارك الدين جديد وغضبان بصراحة من الدين ومندفع، وبالفعل في طاقات كبيرة موجودة، برأيك لوين رايحة؟ بالشرق الأوسط، شمال أفريقيا، الشمال، خلينا نقول المتكلمين باللغة العربية الموجودين اللي يعني نشوفهم يوميا، برأيك لوين رايحة البوصلة فيها؟ يعني للجيد للأسوأ للفضل؟ طبعا احنا مع كل الجهات التحررية او كل الجهات الليبرالية او العلمانية او مهما كان اسمها، اللي تبتغي انه الانسان يعيش افضل، يكون بامان اكثر، الانسانية تكون بامان اكثر. فبالتأكيد هي رايحة للحقيقة، بالتأكيد هي كشفت الوهم وكشفت الكذب وكشفت الارهاب وكشفت كل التفاصيل الشاقة جدا جدا. فبالتأكيد هي رايحة للحقيقة، وبالتأكيد احنا جزء من عندها وياها مهما كان، يعني مهما كان شكلها واسمها. بس المهم هي شلون نقول تنويرية، او نقول تريد الافضل، هدفها الافضل. بالتاكيد احنا معاها، ونتمنى يعني نتمنى بالاكيد، اكيد هو مؤمن، اكيد راح يتحقق هذا الحلم او الهدف. بالتاكيد راح نتخلص من هاي الاذيه، وبالتاكيد راح تعيش الانسانيه حره ومتساويه. بكل تاكيد، يعني وانا يعرفوني اصدقائي متفائل جدا بالموضوع، بالنسبه لموضوع التنوير الحاصل. يعني صراحة ممكن نفعل فعلته، يعني يقولوا الأجيال القادمة راح تكون متخرجة من تحت ضيافة الإنترنت والعلم والفكر والفهم. الغيبيات هي أنا متأكد يعني ستكون مكانها مزبلة التاريخ. يعني طيب منى، كيف بتقيمي حملة إجهر؟ نحن حملة صغيرة على الإنترنت موجودة يوتيوب، وعم نساوي الحلقات، وصلنا للحلقة 55. كيف بتقيمي الحملة؟ يعني صارنا 4-5 شهور شغالين فيها. طبعاً أتمنى تكون الحملة لكم أو أن النجاح بكل ما نسعي لهذه البداية. من الناحية الشخصية، أني أؤمن بحق الفرد بالتعبير عن أفكاره وآراءه دون قيد أو شرط، ودون أن تحشر الدولة أو الدين أنفها بالموضوع. الحملة هذه جيدة جدا وأني وياها، لكن ليس يعني ما عندكم في شيء تقولوا للجماهير، أنتم بس تعبرون عن رأيكم برفض الدين وتطالبون بالسماح لكم بالتعبير عن أفكاركم. ومثل ما قلت بالبداية، أنتم استخدمتم الاسم اللي أطلق علينا المتدينين وهو الإلحاد، وما اختارتوا لنا اسم
كان يقول أنه تسموا المشروع أجهر برفض الدين، لكن أقول أنه حملتكم جيدة جدا وجهودكم واضحة ومتميزة، وأنا متأكدة راح تتطور، ومن الممكن ومن المؤكد يكون لها تأثير حتى ولو على المدى البعيد. إذا قدرنا نكسب شخص واحد كل يوم يرفض الدين فهو نصر باتجاه الإنسانية ونصر باتجاه الحملة، نصر باتجاه تحقيق الحياة الحرة اللي تليق بإنسانية الإنسان، فنقدر نعتبر هو نقدر نعتبر هذا هدف الحملة. ويعني أقول لك أنا مع الحملة، لكن أكو أشياء ممكن مع مرور الزمن تجي، هي هاي الأشياء اللي أنا شخصتها قبل قليل. صراحة منى، يعني في مسألة كلمة الإلحاد، هي الملحد والإلحاد كثير ناس قالوا وانتقدوا. يعني أنا بالنسبة لي صراحة، بالنسبة لي أشوف الشيء كثير ظاهري ولا تعنيني بشيء، يعني حتى التعبيرات الدينية كلها لا تعنيني. فأظن وضحت لك وجهة نظري، يعني وجهة نظري إنه ما بتهمني بصراحة. لا هم يعني هلا مثلا كلمة الزنا لا تعنيني بشيء، هي كلمة دينية وأطلقوها ولا تعنيني. أوكي أنت بتقول أنا ملحد، أنا ملحد عنك وعن ديانتك وعن كل اللي بتعتقد فيه، ما هي مشكلتي إذا أنت مفكر إنك أنت الأصل. أنا ما بتهمني، فهي وجهة نظري إنه ما بتهمني إنه يقول عني ملحد، يقول عني كافر، كافر فيك وبدينك وبكل شيء فيك، ما عندي مشكلة. يعني أطلق عليك كما تشاء، التسمية ليست مهمة بالنسبة لي، المهم الهدف، الفكر، هذا هو القصد. يعني نعم، هو استعادة حياتي واستعادة إنسانيتي، نحتاج أن نعلن عنه. الدين هو مصدر كل هذا القلق وكل هذا القتل والتدمير وهذا التراجع والتخلف والجهل والفقر. علينا أن نكسب الجماهير نحو خطوتنا ومشروعنا بناء عالم أفضل للإنسانية. الإعلان عن رفض الدين هو خطوة لها أثر كبير بفرض التراجع على القتل والتدمير والتخلف والجهل. يعني نغني إحنا بشكل مشترك لحن الإنسانية ونطرب ويانا الجموع من أجل غد الأجيال القادمة اللي هو غد أفضل وأجمل لكل الإنسانية. فبالتأكيد مطلوب من عندنا حملة كهذه، أو مطلوب من عندنا نعلن عن رفض الدين وعن رفض الجهل والتخلف اللي متبرع به الدين بشكل كامل. أنا بتشكرك كثير منى على يعني تلبيتك الدعوة، وأنا بتمنى كمان حملات أكثر. يعني ما كفي حملة أجهر، نحن حملتنا يعني بتمنى من الشباب الموجودين أصدقائنا، يا شباب أجهروا سوا حملات جديدة لحالكم، سوا تجمعات تطلعوا فهموا الناس إنه نحن في عصر الحطاط وعصر العلم موجود، وخلينا ننهل من العلم. طبعا منى أنت وعدتينا بقصيدة، أنا متشوق لحتى أسمع القصيدة بصراحة. يعني أنا كثير معجب بكتاباتك، ومنى طبعا تكتب الحوار المتمدن، ومنى يعني شاعرة وكاتبة يعني لها جمهور واسع، يعني 100 مقالة، أظن 200 مقالة في قراء تقريبا 6 ملايين قارئ، يعني رقم لا يستهان به نهائيا. وهي من يعني بصراحة أنا خصوص الكتاب اللي موجودين حاليا، يعني شعرا لا احد يطردني كثير، يعني بصراحه يعني قليلين نوادر من يطردني في الشعر. وانا بصراحه معجب بكتابات منى حسين، الشاعره منى حسين. انا بتمنى الله لنا قصيده ونسمعها. تفضل. نعم. أعتقد الاتصال بي شيء لو ألو؟ لا تمام. أوكي. طبعاً القصيدة هذه تتحدث عن إدانة المرأة
وراح أكون سعيدة جدا إنه تكون مسموعة عن طريقكم أنتوا لأول مرة. القصيدة اسمها أدانوني. أدانوني ألبسوني ثوب العهر ورجموني، خرجت من فنجان القهوة، سكنت وسط الجريدة. أدانوني في أشجار الزيتون وأوراق الصفصاف، ألبسوني ثوب العفاف في صحائف القرآن وفي الكنيسة والفاتيكان. أدانوني لشعري الطويل وسروالي القصير، رجموني باسم الشرف باسم الطهر المزيف، أدانوني بكرباج الوراثة، جلدوني باسم العهر، أسموني إباحية حريتي، مثالية قيودي، الشرعية لديهم نبهي واحتقاري، أدانوني وثوب العهر ألبسوني، أدانوني وثوب العهر ألبسوني، بقلم الشفاه وأنشاقي، بالأساور وخواتمي، بالعطر، بالهاتف النقال وصوتي أدانوني، ألبسوني ثوب العهر ورجموني، فليحيا وجودي. تركت لك الشرف في طيات المعتقد، دينك لم يعد ينفعني، ما دام التمييز صلاتي تفرقة صومهم، دعني لثوب العهر الذي ألبستني، لن أبيع تاريخ النساء لشيطانك السادي، لن أراهن بحرية النساء على أرض الإذلال والترجي، سنقيم دولتنا بالتحرر أو بالإباحية كما تدعي. Well done, well done, well done. يعني بصراحة رائعة رائعة، أنا كثير معجبة بالقصيدة. في عنا اتصال من علي العراقي. أخي علي اسمعني. تفضل 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 أخي علي، تفضل إذا دخلت. إذا في أسئلة حبيت أشرف عليكم، أنا شديد احترامي وفكرها والإبداعها، وأيضا حبيت أنا أشارك جميل واللي أرجو له الانتشار والسعة، صدمة بحقيقة، صدمة واعية منطقتنا يعني العربية اللي تعاني من ظلمات متراكمة للعرب الليل الأليم أو الليل الأليم. فقط أنا حبيت يعني ليس فقط الحلقة يعني أو ما طرح فيها، هو القراءة الجديدة. يعني أنا يا جامعة يعني إحنا يعني ينبغي أن نشكل جبهة عريضة، مثل ما بدأت السيدة يعني كلامها إنه كلمة الإلحاد هي الكلمة التي يطلق المتدينين على غيرهم وعلى يعني مناقضيهم او مخالفيهم، فبالتالي يعني ممكن يكون الالحاد هذه اللفظه يعني كانها رده فعل اتجاه الظلاميين واتجاه المتطرفين والمتدينين او هم المتدينين، حتى ما يعني اكذوبه المعتدلين يعني ما يسمى بالمعتدلين. في حين انه اللادينيه هي في الحقيقه مشروع صاحب بدايته ليس فقط رد الفعل على ومشروع الانسان، مشروع الايمان بالانسان وقدراته الخلاقه الحياه. معني يا جان ولا اسمعك اكمل تفضل. فهو هي اللادينيه هي مشروع الانسان، فانا اعتقد ان الجبهه عريضه من العلماني من اللادينيه، ويمكن ان باعتقادي يعني هذه يعني هكذا يعني ناخذ خيمه بسيطه يعني اقول ان الالحاد بعنوانه الفني دقائقه الفنيه هو مثله اقليه من النخبه على طول تاريخ مسار التاريخ عموما يعني تاريخ البشر. الالحاد هو مثل نخبه الفلاسفه والمفكرين والكتاب والباحثين والمتأملين، وهم عادة هؤلاء الأصناف أقلية في أي مجتمع. نحن كي نصنع تيار كبير وواسع ومؤثر على الساحة يعني لا يمكن أن نعتمد على أقليات، نحن نحتاج إلى جبهة عريضة. الجبهة العريضة هذا الشكل العلماني اللاذي ومن ضمنه
قيادة هذا التيار الشعبي الكبير اللي ينزل إلى الشارع وإلى تشكيل الشارع وحتى يبدأ يعني عملية تغيير حقيقية، لأن منطقتنا أمام مستقبل أما أن تنتهي تماما وتتلاشى من الوجود وتصبح شراذة، أو نخلق مجتمع حقيقي يعني نضالي يعني يسير في مع ركب الأمم ركب التغيرات اللي حاصلة في العالم، تغيرات دراماتية وسريعة جدا ولاحقة تقدم يعني خدمة البشر. فهذا ملاحظ. لكن في نفس الوقت أنا لا أنكر أبدا إيجابية هذه اللغوة، لغوة الإلحاد والملحد، لها تمثل عنصر إيجابي يكمن هذا العنصر الإيجابي يكمن في أنه يمثل وخزة أو عملية يعني استفزاز حقيقي للمتدين. بالتالي نحن العلمانيون أو اللادينيون أو حتى أولئك اللي يعتقدون بوجود إله لكنهم لا يعتقدون بالأديان نصبح يعني جدا لطفاء بالنسبة لهم. أنتم تمثلون يعني بالحقيقة تمثلون عنصر إيجابي في حركتنا. يمكن أن نتبادل الأدوار ويمكن يعني نكتسب عملية خبرة سياسية ومناورة في عملية يعني صراعنا مع الإسلاميين. لابد أن نكسب الجولة بشكل أكيد أكيد. هذه ملاحظات الحديثة يعني على عجالة ولا مسجلة على ورق. أنا طبعا أفاجئ في الاتصال بالواقع لأني دائما أتصل ولا أحصل يعني ولا يهمك أخي علي بصراحة. يعني أنا يعني نحن بنفتح الخط آخر الحلقة لأنه سكايب مثل ما بتعرف يعني بيطالع صوت ضجة وما ممكن يعني جو مباشر يكون الضيف عم بيحكي بنص الفكرة. ف يعني نحاول قدر الإمكان نفتح آخر الحلقة. أكيد أنا أقدر الأمور الفنية اللي عندكم أقدرها تقدير عالي، بس قصدي أنا يعني لو كنت أتوقع إنه راح أحصلكم كان ممكن تكون أفكار منظمة أكثر. يعني أتكلم من وحي الخاطر بس. على كل حال أخي علي، على كل حال في يوم الجمعة عندي حلقة مع الأخ أحمد حرقان، وفي يوم السبت مع أمير البحث شجاع البغدادي. الحلقات قادمة كثير ونعلن عنها على الصفحة عنها، فيا ريت شاركنا كل الحلقة. أنا بتشكر في كثير. أنا ممتن يعني أنا يجربت في برنامج إجماعي على البرامج المحدثة اللي يعني في الواقع نقطة ضوء في وسط النفق الرهيب المظهر في حياتنا. يعني أقولها بكل ثقة وبكل قناعة يعني. تسلم حبيبي، تسلم تسلم تسلم. وهذه شجاعتك وأن احنا أشجع منك بالمناسبة. احنا نعيش أكيد. أكيد أكيد أنت أشجع مني بخطوات طويلة. أنا بتشكرك كثير. تبادل الحركة الإبداعية والثقافية وتتحمل الكثير من عندنا بالواقع. لا بس أمزح معك، أنا تلميذك. لا لا بالواقع أنت الشجاع. أنا بتشكرك كثير أخي علي، ويعني بتشكرك وبتشكر حضورك معنا وبتمنى دائم الحضور. أكيد نلتقيك بالحلقات القادمة. أنا حاضر وبتشرف. مع السلامة يا أخي، مع السلامة. مع السلامة. منى إذا في عندك تعليق على اللي قاله؟ لا بس الموضوع استفزاز الدينيين أو الجهات الدينية، أنا أقول هم أساساً مستفزين، هم أساساً مستفزين. وإحنا الجهات هذه التحررية اللي تنشد عالم أفضل أو تنشد تحرر ومساواة أو تنشد عدل إنساني أبدي، مو هدفها استفزاز أو هدفها الاستفزاز نهائياً. إحنا مو يم هذا الموضوع، إحنا كل الموضوع نريد نخلي الأمور تمشي بخطى السلام والأمان والأفضل. هذا هو كل الموضوع. فهم أساساً مستفزين، أي شيء هو يستفزهم، أي شيء هو عندهم حرام، أي شيء عندهم عقوبة القتل، أي شيء. فبس يعني هذه الملاحظة، وكلامه جدا لطيف وجدا واقعي يعني.
أنا بتشكر الأخ علي العراقي، يعني شكرا كثير على اتصاله وبالفعل يعني الفكر، أنا أحترم فكره كامل. والاستفزاز بصراحة يعني مسألة، ما هي مسألة استفزاز، أنا برأيي هنا يعني مسألة حتمية. المرحلة هاي أنا بالنسبة لي مرحلة حتمية، يعني ما هو يستفز أو لا يستفز، هو مرحلة إنه التكنولوجيا عم تتقدم، الناس صارت تتبادل الأفكار بسرعة. فالفكر، طبيعة الإنسان طبيعة عاقلة، يعني لما يشوف الغيبي راح يكب الغيبي على طرف. فلما نتبادل الأفكار الحقيقة راح تبان، ومرحلة حتمية عايشين فيها، من مثل ما قال الدكتور ميتشل كاكو، يعني من حضارة الصفر إلى حضارة الوهم. يعني فنحن في مرحلة انتقالية، فأظن يعني ما هي مسألة لا استفزاز ولا غير استفزاز، يعني هم شعر المرأة يستفزهم، فما بالك أنها تقول أنه ربكم خرافة. نعم، هو المواجهة حتمية، المواجهة حتمية، هي المواجهة حتمية ونهائية، يعني ما بها مجال. وهم اللي دا يعني هذا هم اللي بيه دليل على نهايتهم بدأت تقترب، دليل على أنه الأشياء اللي جابوها بدأت تنتهي، ما عادت تنفع، يعني ما عادت تنفع نهائيا، ما عادت تنفع. أكيد منى، أنا بتشكرك كثير، وأنا بتمنى أستضيفك بحلقات ثانية كمان قادمة، نحكي لنا في مواضيع مختلفة، نحكي في مواضيع مختلفة، وأنا كثير سعيد بوجودك معنا، وأطمع كمان في حلقات أخرى معك يعني بالمستقبل. بتشكرك كثير، وبتشكر أصدقائنا الأعزاء على المتابعة، وأتمنى لكم أوقات سعيدة، تابعونا في حلقات جاية، ويعني ليلة سعيدة للكل. وأنا آسف يعني أنا نسيت مسألة عيد الحب، كان لازم نقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الحب يا أصدقائي، آسف كثير. منى أنا آسف بصراحة، يعني اللحظة الأخيرة. هابي فالنتاينز داي، عيد حب سعيد للكل وبكل اللغات. أكيد أكيد، أنا آسف كثير مرة ثانية، وعيد سعيد. صحيح أنا كنت محضر لكم ورد يعني لأصدقائي، هاي بمناسبة أنا بتمنى أعطيها الورد لكل صديق من أصدقائي بمناسبة عيد الحب. أنا بتمنى كمان مثل ما بيقولوا يعني الحب يعم في شرقنا التعيس للأسف الحزين المشرزم، وبتمنى لهم السعادة والحب بكل معنى الكلمة والسلام. شكرا لك كثير منى، طبعا كلمة أخيرة، أنا آسف، كلمة أخيرة كمان تقولي تفضلي. طبعا أحلى وردة يعني حصلت عليها بعيد الحب هذا، هو هذا البرنامج اللي سويته وياكم، وأني أشكركم جدا على هاي المساحة اللي أعطيتوني إياها، مع كل أمنياتي لكم بالاستمرار والتواصل. وبالتأكيد بالتأكيد أنا راح أكون جزء من عندكم بمشروعكم القادم. تحياتي لكم مع كل المودة والتقدير. ونحن بنشكرك كثير على قبول الدعوة، ومثل ما قلت يعني نحن أكيد رح نشتغل في المستقبل بحلقات ثانية مع بعض، ونتمنى ما ننقطع، يعني فهم الناس، نوعي الناس، يعني بكفي القطع، بكفي العذاب والقهر والظلم بشكل الحبيب للأسف. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لك يا منى، وشكرا لكم، ونلتقيكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء. ترجمة